اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا واخر حواراتنا لهذا الصباح. في خطوه للحفاظ على البيئه والتوسع في استخدام الطاقه النظيفه والاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر، بياتي التحول الى العمل بالغاز الطبيعي للسيارات والمركبات. وطبعا احنا عارفين انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مؤخرا مبادره احلال المركبات المتقدمه للعمل بالغاز الطبيعي بالاضافه الى البنزين، والمبادره في مرحلتها الاولى بتستهدف في عدد من المحافظات 250 ألف سيارة، وبدأت بالفعل العمل على أرض الواقع، وبدأ بالفعل أصحاب السيارات المتقدمة يلجأوا إلى هذه المبادرة لتحقيق ذلك ولتوفير الغاز الطبيعي بشكل يعني في مختلف الأماكن للمواطنين. بالفعل هناك أيضا اتجاه لتوفير وحدات متنقلة أو محطات الغاز الطبيعي المتنقلة، وبدأ العمل بها، وبتستهدف الحقيقة في المرحلة الأولى 10 وحدات متنقلة لتوفير الغاز الطبيعي في أماكن مختلفة. وبالفعل يعني واحدة من هذه المحطات موجودة في شوارع القاهرة الآن وبتوفر الغاز الطبيعي للمواطنين. خلينا نتكلم بشكل في تفصيل أكتر عن تحويل السيارات للغاز الطبيعي للاستفادة من هذه المبادرة وأهمية الغاز الطبيعي بيئيا بالطبع، وأيضا الجدوى الاقتصادية منه. كل ده هنحاول إن احنا نوضحه لحضراتكم النهاردة في حوارنا مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، أستاذ عماد عبد المجيد عضو الغرفة التجارية للسيارات وعضو مجلس إدارة رابطة سيارات مصر. أستاذ عماد صباح الخير وأهلا بحضرتك معي. أهلا وسهلا بحضراتكم. أستاذ عماد بنروح مع حضراتكم مع مشاهدينا سريعا لتقرير في بعض التفاصيل عن كلامنا ونرجع تاني نبتدي حوارنا مع حضرتك. بدأ قطاع البترول منذ نحو أسبوعين لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور. وقالت الوزارة إن هذه التجربة تأتي في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح. وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء. وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث يجري المضي في إجراءات توفير محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعي للسيارات، ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها. وتتميز هذه المحطة بقدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى 5000 متر مكعب، يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز. يعني أستاذ عماد زي ما تابعنا مع حضراتكم مع مشاهدينا، بالفعل يعني في الشوارع ابتدت تكون موجودة محطات متنقلة لتوفير الغاز الطبيعي لتموين السيارات والمركبات. يعني نتكلم بشيء من التفصيل أكتر نوضح للمشاهدين المحطات المتنقلة إزاي بتساعدهم في توفير الغاز الطبيعي لسياراتهم. طبعا في الأول إنها محطات اللي أول مرة تبقى في مصر موضوع المحطات المتنقلة ديت، وعدد المحطات المتنقلة دي 10 محطات. استيعاب المحطة بتشتغل فترة مدة 12 ساعة، ال 12 ساعة بيبقى فيهم حوالي 5000 عربية، 5000 عربية بيبقى مضاعفة لو لمدة يوم كامل لمدة 24 ساعة بتروح محطة العربية اللي فضت الغاز ورجعت تملى الغاز تاني، بيبقى حوالي استيعاب حوالي 10000 عربية في اليوم على مدار اليوم الكامل. طبعا دي ظاهرة يعني ان احنا متبنيين فكرة الغاز الطبيعي، وسيادة الرئيس مهتم جدا بموضوع الغاز الطبيعي في التموين السيارات، لأن طبعا بالنسبة للبنزين تكلفته واستيراده من بره بيستعمل عملة صعبة، فده طبعا بيبقى زيادة في التكلفة. لكن بالنسبة للغاز الطبيعي النهاردة طبعا عندنا طبعا وفرة مؤخرا في الغاز الطبيعي، ما اكتشف حقول الغاز عندنا وفرة في الغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي طبعا مهما كان بيبقى استهلاكه في العربية
اقل من استهلاك البنزين. يعني بيبقى يعني النهارده لو حضرتك مثلا تكلفه الغاز الطبيعي مثلا ب 100 جنيه مثلا، ب 100 جنيه كانها ب 200 جنيه في بالنسبه للبنزين في العربيه ايه اللي بتحط فيها الوقود. فطبعا دي ظاهره كويسه جدا. والنهارده طبعا العربيات المتنقله دي في بعض الاماكن ما بيوصلهاش الغاز، زي مثلا حد رايح مصايف مثلا في اي مكان ما فيش فيه غاز طبيعي، فالنهارده بتبقى العربيات الغاز موجوده، بتبقى موجوده بتغطي المنطقه ديت. يعني في مثلا مناطق لسه مثلا ما دخلهاش الغاز، او لسه عدد محطات الغاز الطبيعي ما انتشرتش انتشار كامل، فده بيخليها دي العربيات المتنقله فتروح بعض الاماكن تغطي الجزء اللي ما فيش فيه البنزينة الغاز الطبيعي. طيب واحنا يعني الحقيقة بنشجع الجميع على انه يتجه بشكل اكبر لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات والمركبات بدلا من البنزين، طبعا للمميزات اللي حضرتك ذكرتها، اكيد بيحافظ على البيئة وكمان اقتصاديا هو طبعا موفر. يمكن كتير ما يعرفوش عن استخدام الغاز الطبيعي، يعني ايه مميزاته بالنسبة للسيارة نفسها، ازاي يقدروا يعتمدوا عليه؟ بالنسبه لمميزات الغاز الطبيعي في العربيه الاعتماد عليه، النهارده في حق العربيه اللي عدى عليها اكتر، بالنسبه للاحلال في العربيه اللي عدى عليها اكتر من 20 سنه، النهارده في امكانيه ان هو يستلم عربيه جديده، يقدم في المبادره ويستلم عربيه جديده، تكلفه العربيه بتبقى مميزاتها بتبقى اعلى، بحيث ان هو النهارده بيديله مثلا ان 45% من مكونات العربيه بتبقى انتاج محلي، فبيديله النهاردة تكلفة العربية مدتها، لو عربية معاه عربية عدى عليها أكتر من 20 سنة بيديله مثلا سعر العربية تقسيط لمدة 10 سنوات بفايدة 3%. فالفايدة النهاردة بتبقى 3%، ما يعني ما تغطيش الإمكانيات بتاعة العربية النهاردة، فهي بتبقى متوفرة بالنسبة لأي حد. فالنهارده طبعا تكلفه الغاز الطبيعي اقل من البنزين. فالنهارده حضرتك لما تبدل العربيه معاك قديمه بتصرف عليك مصاريف كتيره مثلا في الشهر، تكلفه العربيه المستعمله بتبقى اغلى. فالنهارده حضرتك لما تستلم عربيه عدى عليها اكتر من 20 سنه، تكلفات بنزين وكاوتش والاصلاحات بتبقى فيها عاليه، فانت حضرتك لما تيجي تعمل لي احلال بتستلم العربيه الجديده تقعد معاك لمده 5 سنين، او ضمانها بيكلف مثلا حوالي 100,000 كيلو او 5 سنوات، حضرتك ما تصرفيش على اي حاجه، الضمان بيبقى صاين العربيه، بالاضافه بتبقى العربيه مجهزه من التوكيل اللي بيصدر العربيه، بتبقى العربيه مجهزه بالغاز الطبيعي، فبتبقى امكانيه اعطالها ضعيفه جدا وتبقى مجهزه تجهيز كامل. طيب يعني ده بالنسبه للعربيات الجديده، لكن برضو نوضح للمشاهدين انه ما ينفعش او مش مستحب انه العربيه القديمه هي نفسها تتحول للاعتماد على الغاز الطبيعي، لانه ده ممكن يضر بيها، الافضل انه تكون العربيه جديده بالفعل. طبعا موضوع ان العربيه تبقى قديمه، هو بالنسبه للغاز الطبيعي اللي متحول العربيات من الغاز من البنزين للغاز الطبيعي، كفاءه الموتور تبقى عاليه، يعني المفروض ان كفاءه الموتور ما تقلش عن 75%، بحيث ان الغاز بيبقى يعني نسبه التاكل بتاعه الموتور او نسبه الموتور بتبقى اضعف لما يبقى حال الموتور اقل من 75%. فعشان كده بننصح دايما بالاحلال، ان احنا العربيات القديمه يعملوا بيها احلال وياخدوا عربيات جديده، بنبقى نسبة الموتور فيها تتعدل ال 95%، فبالتالي بتبقى مجهزة من الأصل، ما يبقاش فيه عنده أي ضرر ولا عنده أي مشاكل فيها نهائي. طب أستاذ عماد، العربيات اللي ممكن يعني خلاص حد اشتراها جديد وممكن عاوز يحولها غاز طبيعي، هل لازم تكون ليها مواصفات معينة ولا أي عربية جديدة ممكن تتحول غاز لا طبيعي؟ لا، بالنسبة للعربيات الجديدة اي عربيه جديده طبعا، لان كفاءه الموتور تعدل 75%، فتعتبر جاهزه انها مجهزه انها تتعمل غاز طبيعي، ما بيبقاش فيها مشكله نهائي. المشكله بتبقى في العربيات القديمه، لكن عربيه جديده بتبقى كفاءه الموتور عاليه، فبتبقى مجهزه، يتجه طبعا يقدم على يروح محطه الغاز وبيقدم ان هو عايز يعمل عربيه غاز طبيعي، بياخدوا منه البيانات وبيبتدي بتبقى مجهزه العربيه للغاز الطبيعي، ما بيبقاش فيها اي مشكله نهائي. الحقيقه كان يعني في السابق كتير بيتكلموا عن انه العربيه لما بتعتمد على الغاز الطبيعي ده بيكون بيغير في شكلها، التانك الغاز بيبقى بياخد مساحه كبيره مثلا في شنطه العربيه او كده، يعني العربيات الجديده هل يعني بتتفادى المشكله دي وبتقدم العربيه بشكل يعتمد على الغاز وفي نفس الوقت ما ياثرش على يعني احتياجات السائق او صاحب السياره؟
بالنسبة للعربيات الجديدة طبعا بتبقى فيها مكان اسطوانة الغاز بتبقى مجهزة، تبقى طالعة من المصنع مجهز فيها مكان الغاز، اسطوانة الغاز. بالاضافة ان اسطوانة الغاز زمان كان حجمها كبير وكانت بتاخد مساحة من الشنطة، النهاردة اسطوانة الغاز بتبقى مضغوطة بيبقى حجمها اصغر من السابق حوالي اكتر من النص، فالنهاردة ما بتاخدش المساحة الكبيرة وبتبقى هم مجهزة من التوكيل، بيبقى فيها حاجة زي حماية، وبتبقى مثلا لو في تسريب في الغاز او اي حاجة بتفصل لوحديها وبتبقى امان اكتر من البنزين، لان الغاز النهاردة بيبقى امان اكتر من البنزين، زي غاز البيت بالظبط، في اي تسريب ولا حاجة بتلاقي ان حضرتك ان هو فصل اوتوماتيك، وده اللي بالظبط اللي بيحصل في نفس العربيات. يعني عوامل الخطر اقل كتير عن البنزين، أقل كتير عن البنزين، لأن البنزين النهاردة لو في أي حاجة أو أي تسريب في تانك البنزين بيفضل تانك البنزين ينزل البنزين من غير ما أي من غير قائد العربية أو سائق العربية يعرف إن في تانك البنزين بايظ أو بينقط بنزين أو كده، أما في الغاز بيفصل لوحده. فطبعا السائق لما بيلاقي إن العربية تانك البنزين تانك الغاز فصل فبيعرف ان العربيه مش شغاله بطال، فبيرجع يشوف ايه سبب التسريب او كده. يعني ده متوفر في السيارات بالفعل الجديده اللي هتشتغل بالغاز الطبيعي في الفتره اللي جايه. ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه. وبعدين برضو احنا لسه ما زلنا برضو في تطورات في مراحل الغاز في العربيات في التوكيلات. النهارده كل التوكيلات اللي بتصدر العربيات الانتاج المحلي اللي مكون فيها بيزيد عن 45% كله بيتجه للغاز دلوقتي، لانه اوفر وامن وبيبقى طبعا نسبه العدم بتاعه اقل من البنزين بكتير. اكيد يعني اقل طبعا تلويث للبيئه. تلويث للبيئه. طيب لما نتكلم عن الصناعه، الحقيقه من اهداف مبادره احلال السيارات والمركبات المتقدمه بالجديده بتعمل بالغاز الطبيعي ان احنا طبعا نوفر فرص عمل، ان احنا نعتمد على الغاز بشكل اكبر، وايضا الحقيقه ان احنا نعمل توطين للصناعه المحليه. ازاي ده يتم في السيارات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي؟ قد ايه احنا ممكن ننتج فيها مكونات او تجهيز معين لها هنا في مصر؟ هو دلوقتي التوكيلات كلها اتجاه النهارده الاحلال التاكس، فكل التوكيلات اتجهت النهارده للانتاج المحلي. الانتاج المحلي النهارده العربيات اللي بتنتج محلي بتبقى مجهزه للغاز، وبيبقى النهارده نسبه تجهيزها بتبقى اعلى من القديمه، بتبقى فيها توافر للغاز، بيبقى فيها زي مثلا زي مثلا زي ماسورة الغاز اللي بتبقى طالعه للاتجاه الموتور بتبقى مجهزه في العربيه من 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 اسفل العربيه من اخر العربيه من تبقى واصله لغايه الموتور، فبتبقى فيها وسائل الامان بتاعتها اكتر. وتبقى التوكيلات النهارده عدت موضوع النهارده بتستورد قطع الغيار او بتجهز قطع الغيار علشان تبقى العربيه مجهزه غاز، تطلع النهارده من التوكيل فيها اسطوانه الغاز وتبقى مستعملها غاز على طول مباشره، ما يبقاش فيها اي مش زي الاول انه بيستلم تطلع من التوكيل من غير غاز وبعد كده يروح يجهزوها في اماكن الغاز. فالنهارده التوكيل بيسلم العميل العربيه مجهزه على طول مباشره بالغاز، العميل ما بيحسش. بيتم في مصر حاليا دلوقتي غير في الاول، دلوقتي بدا الاتجاه كده ان العربيات بتطلع من التوكيل مجهزه بالكامل، فالعميل يستلمها ما بيحسش بالعناء ولا بيروح يقدم في مكان، بيستلمها مباشره بالغاز على طول. طيب ايه فرصتنا في مصر هنا ان احنا نزود اكتر نسبه التصنيع المحلي او التجهيز هنا في مصر تحديدا في الاتجاه الاعتماد على الطاقه النظيفه والغاز الطبيعي؟ هو بالنسبه النهارده اتجاه الدوله كله ان احنا عندنا وفر من الغاز، فالنهارده الغاز النظيف النهارده يعني العربيات كلها النهارده استيعاب الشعب وتفكير النهارده هو قلقوا، يعني محتاجين توعيه ليهم بحيث ان النهارده اللي بيشتري العربيه يعرف ان موضوع الغاز دوت مفيش فيه زي زمان انه بيبقى خايف، لان النهارده بيقول لك ممكن الغاز ينفجر، ممكن التوعيه لدى المواطن مش موجوده. فلكن النهارده بدأ طبعا من الاهتمام بدأ يسأل وبدأ يعرف وبدأ يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، فبدأ يعرف بنفسه ان الغاز أأمن من أي حاجة تانية، يعني الغاز يكون أأمن من البنزين، فده بدأ يوصل للعميل بنفسه. والنهارده كل التوكيلات بدأت تزود المكون المنتج المحلي في العربيات، بدأت تزود الانتاج المحلي في العربيات. بدل ما كان في الاول بدانا في الاول ب 22% وصلنا 25%، حاليا وصلنا يمكن يكاد اكتر من 45% حوالي 47% من انتاج العربيه بيكون انتاج محلي، تصنيع محلي. تصنيع محلي، فدي نسبه طبعا كويسه لا باس بيها، وان شاء الله تزيد وتستمر لغايه ما توصل ان شاء الله 100%. هي مش بس السيارات
الخاصة، لكن أيضا الأتوبيسات أو وسائل النقل بتتجه أنها تعتمد كمان على الغاز الطبيعي. المرحلة الثانية طبعا اللي هي دلوقتي بالنسبة للميكروباص، وبالنسبة في بعض طبعا الأتوبيسات الكبيرة، الأتوبيسات اللي هي خاصة بالدولة الكبيرة مثلا زي في اسكندرية والكلام ده، بدأت تبقى غاز، بدأت تبقى غاز واعتمادها على الغاز فيها مثلا في بعض المحافظات، وده شيء كويس جدا جدا طبعا، لأن بالنسبة للأتوبيسات كانت أغلبها بتبقى زي جاز أو كده، فطبعا ده بيبقى التلوث بتاعه أعلى، وبيبقى نسبة احتراق ثاني أكسيد الكربون أعلى بكتير من البنزين كمان، يعني الجاز بيبقى أعلى من البنزين. فاتجاه الدولة لكل المواصلات النهاردة هتبقى غاز طبيعي إن شاء الله. طيب لو في يعني بنقول نصايح كده عامة للعاوز يتعامل أو يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي بعد كده في السيارة أو وسيلة النقل اللي بيقودها أو يعني ما شبه من الوسائل المختلفة، وسائل النقل المختلفة، بتنصحه بإيه التعامل مع الغاز الطبيعي؟ يعني إيه اللي عليه إن هو ياخد باله منه؟ أهم حاجة النهاردة على سائق المركبة الغاز الطبيعي النهاردة أهم حاجة يهتم بيها ان هو في حالة ان هو بيروح بانتظام محطات الغاز الطبيعي، في بيغيروا له اجزاء اللي بتخلي اللي هي بيبقى نسبة احتكاكها مع العربية دي اجزاء، في بعض الناس مثلا ما بترضاش تغيرها او بتقول لا لسه جديدة او الكلام ده، فهي بيبقى في نسبة التأكل فيها، بيبقى الفنيين اللي موجود في المحطة هم على وعي ودراية كافية. فطبعا النهارده في بعض قائد السياره او بعض اللي عنده مركبه بالغاز الطبيعي ما بيبقاش لسه وصلت له وسائل الامان او فهم الغاز الطبيعي عباره عن ايه، فبيبقى قلقان ان هو يروح محطه الغاز، يقول لك انا بقف في محطه الغاز ممكن تنفجر في الغاز، ممكن حد يعمل ما هو الغاز زي البنزين بالظبط، حضرتك كنت داخله النهارده محطه البنزين ما بيبقاش عندك القلق اللي هو كان زي زمان، النهارده الناس بتبقى داخله محطه الغاز في بعض الناس بيبقى عندها القلق خايفه ان زي انبوبه البوتاجاز تنفجر، بالعكس النهارده دي انبوبه البوتاجاز دي كانت زمان فيها ما فيهاش وسائل الامان اللي هي موجوده في الغاز الطبيعي اللي في البيت، النهارده حضرتك في محطات الغاز الطبيعي اي تسريب الغاز بيفصل لوحده غير انبوبه البوتاجاز تبقى مفتوحه تفضل تطلع الغاز لوحدها، العربيه بالظبط زي الغاز اللي هو في البيت بالظبط، الامان فيها اعلى من الامان بتاع البنزين واعلى من الامان اللي هو زي انبوبه البوتاجاز اللي هي بيبقى فيها الغاز في البيت، فالنهارده لازم نعرف ونطمن ان وسائل الامان بتاعه الغاز اعلى بكتير من البنزين واعلى بكتير من اي حاجه تانية. حضرتك بكده بتطمن طبعا كتير من اللي عاوزين انهم يعتمدوا بالفعل على الغاز طبعًا الطبيعي بما انه موفر اكتر. موفر واستهلاكه احسن، وبالنسبه لفي ناس بتقول ان العربيات لما تبقى غاز طبيعي سرعتها بتقل. طبعا الكلام ده غير ملوش وجود اصلا من صح، النهارده هي حسب كفاءه الموتور سواء الغاز او البنزين السرعه واحده، ما بتاثرش على العربيه، ما بتاثرش على كفاءه الموتور بتاعه العربيه ولا بتعمل اي حاجه، النهارده كله كفاءه واحده. كلمه اخيره حضرتك حابب تطمن بيها المشاهدين؟ النهارده انا بنصح كل حد النهارده عنده عربيه النهارده عدى عليها اكتر من 20 سنه او عدى عليها وقت كتير، المفروض ان هو يعمل احلال وياخد عربيه جديده يبقى كفاءتها اعلى بكتير من القديمه. فدي نصيحه مهمه جدا لاي حد يستفيد بيها في موضوع الاحلال، ان بياخد عربيه لمده 10 سنين بفائده 3% كانه النهارده بيصلح في عربيته القديمه وعنده عربيه جديده ما فيش ما تعطلوش وما توقفوش ونسبه كفاءتها اعلى والسرعه بتبقى فيها اعلى والامكانيات فيها تبقى افضل من اي حاجه من العربيات القديمه. صحيح، وطبعا مع الوحدات المتنقله محطات الغاز الطبيعي المتنقله طبعًا يعني اكيد هتساعد كمان والاعداد هتتضاعف، ومحطات الغاز الطبيعي بتتضاعف حاليا دلوقتي بيزودوا اعداد محطات الغاز الطبيعي بكميات اكبر، وطبعا محطات برضه الغاز العربيات اللي هتتنقل في كل المحافظات او في المصايف او الكلام دوت برضه بيزيدوا اعدادها لارقام كبيره، وده حاجه يعني ده اهتمام من الدوله كبير بالنسبه لموضوع الغاز في العربيات. صحيح طبعا، حفاظ على البيئه وتوفير يعني مالي يعني من الناحيه الاقتصاديه كبير وملموس زي ما حضرتك بتقول. استاذ عماد عبد المجيد عضو الغرفه التجاريه للسيارات وعضو مجلس اداره رابطه سيارات مصر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا. احنا سعيدنا معاك. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهارده من هذا الصباح، نشكركم على المتابعه، وغدا حلقه جديده اخبار جديده وفريق عمل جديد. الى اللقاء.